فقرتنا التالية هي فقرة سلمى بتهم الكتار مع اتجاه العالم لتفعيل استخدامات إعادة تدوير الأشياء والاستفادة منها. أقيم أمس بازار لإعادة تدوير ألعاب الأطفال لنلقي الضوء على هي الموضوع ونقدم نصائح للأهل حول هالموضوع. كمان معنا الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. أهلا وسهلا فيكي ويسعد اهلا وسهلا صباحك. فيكم، يسعد صباحكم. صباح يسعد الخير. صباحك رندا. يسعد صباحك سلمى. بداية خلينا نعرف العالم بهالبازار، من وين اجت فكرته؟ الفكرة كانت هي نحن نتوجه للفئة العمرية اللي بين الثلاث للخمس سنين، الأطفال، هي لحتى شوي نعلمهم كيف يتحملوا مسؤولية وكيف يحاولوا يبتكروا من أشياء عديمة فائدة لأشياء لها فائدة، وبنفس الوقت لنبعدهم بهي الظروف اللي موجودة عن قعدة جنب التلفزيون، جنب الألعاب الإلكترونية، وليتوجهوا لشغلات مهنية بسيطة ويصنعوها بإيدهم. فكانت من هون انطلقنا بهي الفكرة، وإلى جانب أنه نحن هلأ هذا الأطفال هلأ هذا الجيل صار بعيد شوي عن الوضع الاجتماعي، عن يطلع أكثر من البيت بظروف اجتماعية حسب السائدة حاليا، فبالتالي هو ما عم بيكون قادر يتحمل مسؤولية أو يتحمل حماية المرافق العامة مثلا أو حماية أشياء غيره، أو حتى هو يهتم بأشيائه. فمن هون طلعت الفكرة، وحاولنا كتوجه اجتماعي، لأن دائما هاي الفئة العمرية بتكون عم تتجه من الناحية الملكية والخصوصية، هي بتكون هلأ عم تبلش تحاول تعرف شو اللي إلها وشو اللي عليها، تحاول يكون في عندها دائما تتملك كل شيء. فهون جت مساعدة الفئة العمرية اللي أكبر شوي والأهل، فكانوا كتير ناس داعمين ومساعدين لزرع هاي الفكرة. نحن بس عطينا البوادر أو الخيوط الأولى، وكان في كتير مساعدة من الأهل وتشجعوا، وعملنا مثل توجه اجتماعي بسيط، لأنه دائما نحن كلياتنا الدائرة الاجتماعية الأولى هي بيتنا وبعدين المدرسة والروضة، فمن هون كانت هاي الفكرة. رندا، يمكن الكاميرا الإخبارية السورية موجودة كانت مع زميلتنا نيرمين عمار ونقلت لنا أجواء البازار، خلينا نتابع ونرجع نحكي بالموضوع. اجت فكرة التعاون مع جمعية خيرية وانه اعمال الاولاد تنباع ويروح ريعه للجمعيه الخيريه، بقى بيكون منها عده اهداف. اول شيء انه العمل يكون جميل ومتقن، ثانيا في بعض الاغراض جابوها الاولاد من بيوتهم، استغنوا عن غرض هن بحبوه لحتى يتقدم للجمعيه، والنقطه الثالثه كثير حلو انه يحسوا حالهم انه بعمالهم الصغيره هن ساعدوا اولاد جمعيه، قد يكونوا ايتام، قد يكونوا محتاجين. بقى هي كانت الفكرة الأساسية من الموضوع. حبينا نعمل هاي التوعية المجتمعية أنه الطفل العادي أو الأهل للأطفال الأصحاء شوي يضو أو يعرفوا شو يعني حالة خاصة ويعرفوا معاناة الأهل. بنلاقي كتير مبادرة أو مشاركات من مدارس، من أهالي أطفال أصحاء حابين يقدموا شيء، ونحن حابين ناخد هالشيء منهم ونضوي على عملنا وعلى قدي نحن ممكن نحن نساعد المجتمع، قدي ممكن نساعد الناس الموجودين بهالأزمة، قدي ممكن نحن نقدم علاج أو خدمات أو تأهيل أو توعية. هلأ انغرز جواتهم فعل خير، لأنه في ريع على جمعية خيرية، انغرس عندهم شيء انه تجاري، انه انا بعمل شيء وبيعه شغله حلوه، انه يحسوا انه اللي عم يعملوه له قيمه. لما الولد بيبقى مع نفس جيله بيحكي بهالقصص، بيدرس، بيحكي، ببيع، بيشتري، بيجتمعوا مع بعض، كل ولد عنده افكار بيحكيها، وهيك يعني بتتنمى شخصيه الولد، بس يكبر بتلاقيه قيادي. يعني تعلمنا نبيع وما نكون خجولين، نسوي ارقام، لعبه ارقام، نسوي اعاده تدوير، ونعطي يعني المصاري اللي بتزيد للفقراء لأنه لازم نساعدهم.
مثل ما تابعنا رندا أجواء كانت يمكن فيها هيك فرحة من الأطفال مبسوطين بالشيء اللي عم يعملوه يمكن لأول مرة. تحكي لنا شوي عن هاي التحضيرات، كيف هيأتوهم كمان هالموضوع؟ كنا عم نشتغل تقريبا قبل فترة شهر، ونحن عم نحاول نزرع هاي الفكرة إنه نحن بنعمل أشياء من شيء ما له اي استخدام لنعمل فيها العاب هي بتشتغل على الانتباه والتركيز اللي نحن ممكن كثير نعطيها لجمعيات ممكن هن يستفادوا منها مع اطفالهم اللي عندهم احتياجات معينه. وكان هذا الموضوع رايعه لجمعيه شمعه امل لدعم الاطفال احتياجهم. فكان من هون الفكرة، حاولنا نزرع هذا الموضوع عندهم، وبنفس الوقت طلبنا مساعدة أطفال من فئة عمرية أكبر شوي، ممكن أخواتهم ممكن قرايبينهم، فكان تحملوا مسؤولية الكبار اتجاه الأطفال الصغار، والصغار كانوا كمان مبادرين جدا لفكرة البيع والشراء، كانوا كتير مبسوطين بهي الفكرة لدرجة أكثر ما كنا متوقعين. كان في قسم قليل كتير من الأطفال اللي تمسكت بأشياء ما قبلت إنه تقايضها أو تبيعها، بالمقابل كان في الغالبية كان لأ عندهم كتير مبادرة لطيفة، وكان في مثل مسابقة اللي بيجمع نقاط أكتر، كان في نقود استبدلناها البطاقات، فكان اللي بيجمع نقاط أكتر فهو رح ياخد شهادة تقدير، فهو حتى كان التعزيز رمزي. فكمان نحن نقلنا هون من التعزيز المادي شوي للتعزيز المعنوي والرمزي. بلشنا نحضرهم إنه نحن نعطيهم شوية مواد، نخليهم يفكروا خارج الصندوق نحن شو ممكن نعمل بهاي القنينة، ممكن نستفاد منها بعدة أشياء، ممكن نعملها نزرع فيها ونص التاني نعمل فيها تمرين للانتباه أو للتآزر، ممكن نحن من ملاقط غسيل نعمل تمرين لمطابقة الألوان. فهي الأشياء كانت كتير رمزية، ما لها مكلفة، كلها من مواد الأهل كتير ساعدونا فيها، حتى نشرنا هذا الشيء بالبيت، صاروا في أمهات يقولون خلص نحن ما بقى نكب شيء، حنصير نبعث لكم ياهن لتعملونا هيك أشياء. فهاد كان كتير مساعد، اشتغلنا حتى بمجال النحت، بمجال الصلصال، بمجال الرسم، اشتغلنا بكل الاتجاهات اللي بتنمي مهارات الطفل بشكل عام. وبنفس الوقت كنا مقسمينهم جروبات، كان في عنا مجموعات، كل مجموعة بياخدوا بالدور كل يوم بخلال هذا الشهر، بيكون واحد منهم القائد والتاني هو اللي بيخطط، التالت هو اللي ممكن يشوف شو بدنا مواد. فكان هذا عمل تقريبا متكامل، حطيناهم بعمر مبكر بسوق عمل بسيط، فكان كتير ناجح إن شاء الله. خاصة عند يمكن بظل ارتفاع الأسعار اليوم وخاصة ألعاب الأطفال، يمكن كتير مهم ثقافة إعادة تدوير الأشياء وخاصة مع الأهل. كيف فيهم الأهل أول شيء يعلموا هالثقافة للأولاد، لأنه بتعرفي الولاد كيف إذا ربوا أهله على إنه يشتري دائما ويعلق بالسوق، وكيف هن فيهم كمان يعملوا هاي القصة بإعادة التدوير؟ شو فيها مواصفات معينة، لعب، أفكار ممكن تعطيهم إياها؟ هلأ هون كانت الفكرة إنه نحن ما فينا ننشر هيك توعية إذا ما عملنا مثل هيك مبادرة. فوقت بلشنا نبعث للأهل ونعلم الأطفال إنه لا هاي بدنا نحتفظ فيها، هاي ممكن نعمل فيها، ونعطيهم احتمالات ونطلب منهم هن يعطونا كمان احتمالات. في حدا من الأطفال جايب علبة وحطت فيها ضوء وعاملها مثل ضوء صغير بيشعل وبيطفي، طفل تاني كان علمناهم يعملوا متن كرتون، كمان كانوا مشتغلين بمتاهات معينة فكروا فيها، كان كتير عمل كتير جيد لأطفال من مرحلة ابتدائية، هن أشرفوا على أطفال صغار وعملوا النشاط سوا. فهي الأفكار كلها نحن كانت مثل أمثلة عملية للأهل لحتى تكون هي البديل على أنه نحن نشرح لهم كلام شو إعادة التدوير وشو فوائدها. من خلالها صار في كتير فتحنا مجال الإبداع عند الأهل، صاروا هن لحالهم بيجوا بيجيبوا لنا أفكار. في حدا من الأمهات مبارح هي جايبة أناني صغيرة عاملة منهم شمع،
فكمان يعني نحن فتح لهم هذا الباب وهن كانوا كتير مبادرين وساعدونا بهذا الشيء. فأنا بشوف إنه مثل هيك مبادرات هي الأفضل لنحن نزرع هاي التوعية، لأنه فعلا هي شيء كتير مهم بهاي الظروف وبهذا بهذا الوقت. فيعني أكيد رندا، يعني إضافة للفائدة اللي حكيت عنها زينب اللي هي الفائدة الاقتصادية بظل هاي الظروف، قديش بيوفر إعادة التدوير من يمكن استهلاك الأهل لمبالغ كبيرة بألعاب الأطفال، إضافة لهي الفائدة خلينا نحكي عن فائدة إعادة التدوير بالتعليم التفاعلي يمكن لأطفال هالنمط الرائج برا واللي قليل لنشوفه موجود ببلدنا. لما الطفل بيشتري لعبة وبيلعب فيها ما حيعطيها أهمية قد ما يكون هو صانعها بإيده وعرفان شو أهدافها وشو موادها وكيف تكونت، ولا حتى حيتزيد قيمتها عنده. فهي الفكرة وقت بيتفاعل الطفل مع المحيط ومع المشرف اللي عم بيساعده بإنجاز هالعمل ومع المواد اللي عم بيجيبها ومن وين عم بيجيبها وقدي ممكن يحط لها سعر ليبيعها، فهاد وكيف كانوا عم بيتفاصلوا مع أهليهم قدي بدهم يبيعوا وقدي بدهم يشتروا، فهاد كان كتير شيء بيساعد لحتى نحن نشتغل على التعليم التفاعلي. من الناحية الثانية كان في عنا فكرة انه نحن مو شرط اللي عمل المنتج هو اللي يبيعه، كنا نحن عم نشتغل انه معليه كل مجموعة نحن بنساعد بعض، حتى مثلا في اذا طفل راح او غاب شوي مثلا فهو كان في طفل ثاني يساعده بيوقف له على طاولته، فكان هذا الشيء كثير لطيف من ناحيه التفاعل الاجتماعي. كمان من ناحيه التعليم نحن كنا عم نشتغل خلال الشهر كامل بنظام تعليمنا التفاعلي اللي نحن اساسا عم نشتغل عليه، اللي هو كان المنطلق تبعه فكره بازارنا امبارح. رندا كيف شفتي تفاعل الاطفال وتقبلهم للفكره؟ هل كان في افكار عندهم؟ هل صاروا يتسابقوا ليعطوا افكارهم؟ كيف شفتي هي التجربه الصغيره اللي عملتوها على بهذا البازار ممكن تتعمم باكثر من تجربه؟ بتمنى كثير انها تتعمم وتكون بشكل دائم، حتى كل القائمين على هذا العمل امبارح كانوا انه بدهم كمان يتكرر مره وكان كمان في افكار جديده. طبعا نحن لازم نتوسع بهذا المجال، ومو بس يعني يا ريت الكل ياخذ هذا المنحه بالعمل التطوعي لهذا العمر، كثير اتجاه جيد ولازم يكون موجود بهذا الجيل لنزرع فكره العمل الجماعي، خصوصي بهي الظروف نحن عم نكون بحكم ظروفنا بهالسبع سنين بعيدين عن بعض، ما عم نكون قراب، فهذا بخلينا نقرب لهدف واحد، كلنا مجتمعين على هدف واحد. في موقف ضحكك رندا من احد الاطفال؟ ردت فعل ضحكتك حسيتيها هيك؟ في اطفال امبارح تمسكت كثير بغراضها ما رضيت تبيعون غير لاماميتهم، في اطفال ما بدهم كانوا يبيعوا بس بالعمله السوريه، كان في اطفال كسروا سعر صاروا يوزعوا قطع مجانيه في مقابل انه يبيعوا، فهي كانت كثير اشياء لطيفه وفعلا عطت جو مرح للبازار. يعني رندا يمكن ردود افعال الاطفال دائما هيك بكون نابعة من خلينا نقول براءتهم وبنفس الوقت من أفكارهم، يعني اختلاف الأعمار اللي كان موجود مبارح واختلاف الأفكار اللي طرحوا وقديش يمكن بيّن عن اهتماماتهم قدي بيساعدكم كمان بيمكن خلينا نقول بتشوفوا شوي بعض المشاكل ممكن يعانوا منها، بتشوفوا بعض اهتماماتهم فبيغير طريقة توجهكم معهم بالتعلم. تماما، نحن كان في عنا أساسي بشغلنا لحتى نشوف هذا الجانب اللي عم تحكي عنه، وبنفس الوقت كان في عنا اتجاه تاني لنشوف تفاعل الأهل مع أطفالهم. مبارح كان في مبادرات من أبهات هن عملوا دارات كهربائية مع أطفالهم مشكورين عليها، قليل نحن ليكون الوالد هو اللي بيساعد، دائما الأم هي اللي بتقوم بالنشاطات مع أطفالها، فكان هذا التوجه كتير جيد وغاروا من بعض الأهالي، فإن شاء الله المرة الجاية رح بيكون في تفاعل أكثر. من ناحية تانية كان في أطفال عندهم مواهب ظهرت إيجابية، فهذا كمان نحن رح نشتغل عليه ورح ندعمه،
في اطفال اتجاه مثلا ما كنا بالفتره عم نشتغل فيها ما تعرف مثلا تمسك المقص تقص، ما تعرف تفكر مزبوط كيف ممكن تحل مشكله معينه، فهذا كله نحن حطينا له بكفايه لانتهى العمل خلال هذا الشهر. كنا عم نشتغل على هذا الموضوع انه نعطيهم الحلول نساعدهم. كلياتنا نحن بنتعلم بالبدايه، ابسط التعلم عنا هو التقليد والتكرار، فنحن حاولنا نطلع عن هاي الدائره شوي وما نكتفي فيها، نبدا فيها ونطلع عنها ونحاول نعلمهم كيف هن بمستقبلهم لبعدين هيك يفكروا وهيك يتعلموا، ما يكون نحن بس عم نقلد ونكرر، بالعكس نحاول دائما نطلع خارج الصندوق ونفكر بمساحات اكبر. اشتغلنا كثير على شيء بالتخيل بالابداع، كان في حتى نشاطات ثانيه عم تدعم هذا الشيء من خلال الرياضه من خلال الموسيقى، كان في نشاطات ثانيه كانت عم تدعم لحتى تدعم هذا المشروع امبارح. نعم رندا، يمكن حضرتك كاخصائيه اجتماعيه عم تشوفي حالات بالمجتمع، ممكن تعملي عنا دراسه او تحطي انه معالجه حاله بحاله اخرى عبر التشاركيه مثل هي البازارات اللي عم تقوم، هل في افكار ثانيه ممكن تطرحيها وفعلا على جمعيات خيريه حتى تعممها وتقومي بهي التجارب؟ هلا نحن بهذا الصيف كان في عنا عده افكار، هلا الفكره الاخيره اللي ان شاء الله رح نشتغل عليها رح نعمل مثل تخييم داخل المكان خلال النهار بدون مبيت. رح نشتغل على كيف نحن اللي عنده مميز بنقطه ايجابيه كيف يدعم طفل ثاني هو عنده نقص فيها، وبنفس الوقت نعلم الطفل اللي عنده نقاط سلبيه كيف ممكن يعوضها بنقاط ايجابيه. رح بيكون دائما في تشارك وزرع فكره انه نحن الطفل اللي الصحيح اللي ما في شيء كيف ممكن يساعد طفل ثاني عنده احتياج وكيف يتقبله. نحن في نقطه اساسيه بالدمج عندنا انه نحن بندمج بدون ما ناهل الطرف الثاني، بنهتم بالطفل اللي بحتاج الدمج بس ما منراعي المجموعه الاصحاء اللي هن كيف رح يتقبلوا هذا الطفل بيناتهم كيف رح يدعموا. فحنحاول بطريق نشاطات تخييم بسيطه حسب اعمارهم، وطبعا رح نتساعد باخواتهم اللي اكبر شوي. هذا كثير عمل ان شاء الله ينجح وان شاء الله يكون يلاقي الصدى المناسب، وبنفس الوقت كثير منيح للعمر المرحله الابتدائيه، حتى نحن كنا عم نشتغل على فئه عمريه اكبر اللي هن المشرفين على هذا العمل اللي هن كمان من فئه عمريه شباب اولهم لساتهم طلاب جامعه، فكان كثير فكره لطيفه انه هن يتحملوا مسؤوليه، كان عمل جماعي ان شاء الله بيطلع ناجح. نعم اكيد رندا، يعني مشكوره على كل هي تسليط الضوء على هالبازار وهالافكار الحلوه. اعاده التدوير هو شيء مهم، ان شاء الله يصير عاده من عادات الاهل كلهم بظل هالظروف حتى يستفيدوا اكثر. شكرا لك رندا. شكرا لك. شكرا لك رندا، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها عن هي الفكره، وان شاء الله يا رب كل اللي بيكونوا تابعونا يكونوا استفادوا ايضا من هاي الافكار. شكرا لكم ولمتابعتكم كمان. شكرا لك. اما هلا